لا يغرك الضحك اللي يصير بوجهك. الضحك ما دام ببلاش فتلقى هواي ناس تضحك بوجهك. انت ذا عاقل وذكي تنظر لبعيد، تقول احترامي من عدمه يحدد سلوكي آني. كل ما احترمت نفسي كل ما الناس يشبيها احترمتني أكثر. شو تقول أنت؟ الناس تحترم اللي يقعد يمدحها بمديح كاذب؟ أنت شو تقول؟ تحترمه؟ يضحك بوجهك نعم صح، بس يحترمك؟ لا أبداً. وانظر لهذا اللي مدحته أنت، شوف يوم بعد يوم يقوم مثل اللي يطردك، يستصغرك، يقعدك، شو أقول لك، مو بصدر المجلس ولا حيثما يجلس أهل الاحترام والهيبة، يقعدك في مكان لا يليق بك. بتلاحظ، انتبه وشوف دائما. والله لا تطي الواحد أكبر من حجمه، لا تطي، لأن العواقب تكون وخيمة.